ما زلنا نقدم إلى حضراتكم هذه الجولة الإخبارية من الفضائية التشادية. عينت مؤخرا مجموعة جديدة لتسيير مؤسسات الصحة العامة بمدينة أم جرس حاضرة إندي الشرقي، حيث رعى هذا الحفل حاكم الإقليم الجنرال حسن جربو بحضور المسؤولين الإداريين وعمال القطاع الصحي. إشراق عبد الله رحمة والتفاصيل. إن عملية تقوية الكادر الإداري في أي مجال هو دليل إلى تحسينها والرقي بها إلى الأحسن، سيما أن نظام المتكامل لإدارة النواحي الإدارية والمالية والطبية بالمستشفيات ومؤسسات الرعاية الصحية تهدف إلى تنظيم العمل في المستشفى. لذا تم تنصيب أعضاء المجلس الإداري لمستشفى مدينة أم جرس حاضرة إقليم إندي شرق، وهنالك العديد من الكلمات التي تليت، منها كلمة رئيس المؤسسات الصحية بوزارة الصحة العامة شلتوت محمد شكر الحضور، ومن ثم قال بأن الكادر الإداري له دور فعال في تسيير العمل داخل المستشفيات، ويدخل ذلك ضمن أولويات الحكومة في اهتماماتها بقطاع الصحة العامة، طالبا من الأعضاء الجدد بذل المزيد من الجهود في العمل والتحلي بروح المسؤولية والعمل على تنظيم الإدارة الجيدة في المستشفى، علما بأن المجلس الإداري شكل من 11 عضواً.